الجارز والاكسلريتورز يعتبروا تولز من التولز ممكن استخدمها في سترينج علشان تساعدني في حالات الستك واحيانا في حالات الفيشنج. بنبدا المقطع ده من عند احط الجار في اني بوزيشن في السترينج، يعني بليسمنت بتاع الجار في السترينج بيكون فين وليه. جارز دورها ايه في السترينج؟ دورها انها تدي ضربه بلو او امباكت في السترينج علشان يعمل صدمه في نقطه الستك. يبقى عندي سترينج مستك، بستخدم الجار عليه عشان اعمل شوك، خلخله عند نقطه الستك، فالسترينج يبقى فري. سواء كانت بقى جاي من ديفرنشال ستك، جاي من باك اوف، جاي من ويل بورد جيومتري، ايا كان نوع الستك اللي عندي فان الجار هيكون فعال معاه. احيانا بعوز اعمل اب بلو يعني ضربه لفوق، واحيانا بعوز اعمل داون بلو اللي هي ضربه لاسفل، حسب اتجاه الحركه بتاعتي اللي حصل منها الستك، حسب نوع الستك بتاعي، حسب ايه المتغيرات اللي في الهول اللي بتخليني استخدم اما الاب بلو اما الداون بلو او الاثنين. وهنا لازم نسال نفسنا سؤال، طيب هو الفورس او القوه اللي بتيجي في السترينج بتيجي منين؟ القوه المتولده في السترينج فبتعمل الجارنج افكت او الجارنج امباكت ده بيجي منين؟ بيجي من السترينج نفسه. يعني ايه؟ يعني ما اعمل تنشن في السترينج من فوق الجار، باخد اب بلو بشد على السترينج بتاعي والجار في تحتي ستك، ابدا اشد على الجار والجار يجمع الفورس ويديها لي مره واحده، يبقى اسمها ده الاب بلو جاي من التنشن. امال الكومبريشن في السترينج، لو بريح وزن على السترينج بعمل فيه كومبريشن باخد داون بلو. ففي الحالتين سواء اب بلو او داون بلو الفورس اللي باخدها في الجار هي اصلا جايه من تنشن او كومبريشن في السترينج بتاعي. لو كان كومبريشن فانا بريح وزن، لو كان تنشن فانا بشد عليه بالدرورك. وبالتالي اذا كنت بستغل السترينج بتاعي في عمليه التنشن او الكومبريشن، فانا محتاج ان يكون نقطه الستك تكون فوق الجار ولا تحت الجار ولا ما تفرقش. فكر كده، لازم يكون الجار فوق الستك بوينت. وبالتالي اول نقطه بركز فيها بحط الجار فين؟ فوق اي نقطه محتمله للستك. وبالتالي ما ينفعش احط فوق الجار اي تولز اي تيوبلر يكون اكبر من الجار، ففي قابليه ان يحصل ستك بوينت فوق الجار. يبقى انا كده عرفت اول نقطه مبدئيه ان الجار مكانه فين. مكان الجار بيكون في السترينج فوق اي نقطه محتمله للستك. طيب ما انا عارف ان السترينج ممكن يستك من اي حته، وانا ضامن محدش عارف الغيب، محدش نازلين الهول مش عارفين هيستك في اي حته، فاحتمال السترينج يستك في اي حته. خلينا نشوف مثال كده. في المثال هنا عندنا في بير عادي خالص، جزء كيس هول وجزء اوبن هول، عندنا سترينج مكون من دريل كولرز ودريل بايبس. هذا السترينج انا عاوز اشتغل عليه اشوف احط الجار فين. اتفقنا ان احنا الجار بنحطه فوق اي نقطه محتمله للستك. بالاحتمالات كده ممكن نقول ان السترينج ممكن يستك في اي حته، انا مش ضامن البير عامل ازاي، فممكن يستك من اي نقطه في السترينج. ولكن بالتفكير العملي هنلاقي ان احنا كل ما التيوبولر سايز بقى اقرب لجدار البير، يعني كل ما كان الانولس سايز اصغر كل ما كانت قابليه الستك اعلى. فمثلا في سترينج زي ده كده الدقاق يعتبر اكتر حته قريبه من جدار البير، وبالتالي لو حصل باك اوف اسهل حاجه انها تستك هو الدقاق. طب يلي في الخطوره مين من ناحيه الستك؟ الدريل كولرز اللي فوقيه اللي كام عمود دول برضو معرضين يستكوا اكتر من الدريل بايبس اللي فوقيه. يبقى انا لو حطيت الجار فوق كل عمدان فانا كده ضمنت ان الجار هيبقى فوق اي ستك بوينت محتمل. يبقى جبت الجار كده وحطيته فوق العمدان كلها، يبقى انا كده ضمنت منطقه الانتقال ما بين البايبس والعمدان. هعتبر كده ان الجار فوق اي ستك بوينت محتمله، لانه اغلب الظن انه يحصل ستك تحت الجار في هذه النقطه. مين اعترض على الكلام ده؟ مصنع الجار قال ارجوك ما تحطليش الجار في كروس اوفر اريا، حطهولي في حته هوموجينيوس. يعني ايه الكلام ده؟
ان هو بيقول لك ان الكروس اوفر اريا منطقه اجهاد عالي، فالجار ما يستحملش هذا الاجهاد العالي، فلو سمحت حطولي في حته هوموجينيس، فلازم ارحل الجار شويه لتحت في العمدان، اخليه بعد ايه عمودين او ثلاثه. وده تلاحظه عندك في البي اتش اي اللي عندك دايما بيبقى الجار اما بيكون الفرده الثالثه اللي بتكمل العمودين عشان يعمل اول ستاند عمدان، او على اول الستاند الثاني، فدايما بيكون على بعد فردتين او ثلاثه من اول بي اتش اي من فوق. تمام كده المصنع مبسوط، لكن انا كده عندي احتماليه ان احتمال يحصل ان الستاك بوينت يحصل فوق الجار، ولكن الاحتمال الاكبر هيبقى تحتي. فهنا بنعتبر قلنا بدل ما اقول مثلا ان يكون نسبه 99% ان يحصل ستاك بوينت تحت الجار، لو كان الجار فوق البي اتش اي هنقول هينزل تحت شويه هيبقى يصير 98%. يبقى انا كده ضمنت ان الجار تمام كده، اي بوينت هيستك فيها السترينج هيبقى تحت الجار ما لم تكن الحته اللي ايه اللي فوق الجار. هل كده الدنيا تمام؟ لا مش تمام، انا في عندي بعض البريكوشنز، بعض الحاجات اللي لازم اقدرها وانا بختار مكان الجار، مش بس مساله البوتنشال ستك فين او السايزز، ولكن السايزز برضو لازم نلفت نظر لحاجه ان انا ما ينفعش احط فوق الجار، مش انا عندي عمدان فوق الجار فاحط فوق عمدان اكبر منه، ما ينفعش، ولا احطه فوق استابلايزر، ما ينفعش برضو. لازم شرط يكون اللي فوق الجار زي ما اتفقنا يكون ما يكونش اكبر من سايز الجار، الاودي بتاع الجار لازم يكون يقدو اقل. ايه تاني بيخش معايا بقى؟ بيخش معايا الاوزان بقى، بمعنى لما الجار بقى جوه البي اتش اي كده بقى عندي حاجه اسمها ويت بلو جار، فعندي بقى في وزن تحت الجار، هل ده له تاثير عليا؟ الجار كده قسم البي اتش اي حتتين، حته فوق الجار وحته تحت الجار، فهل ده له تاثير عليا؟ خلينا نفكر نقول ايه. انا عندي لو في البير ده كانت العمدان الموجوده كانت عندها 6.5، فهنقول الوزن بتاعها قول 91.7 باوند بير فوت، وكنت عاوز احط ويت اون بيت 25000، وعندي بوينتس فاكتور في البير ده كان 0.85، الطفله بتاعتي عامله لي بوينتس فاكتور 0.85. هو انا لما اجي انزل بالسترينج ده وانزل قبل ما لسه نازل على البوتوم، لسه هبدا المس البوتوم، يبقى السترينج في حاله تنشن كله مشدود لتحت. مجرد ما ابدا اريح وزن على البوتوم يبدا يتكون عندي جزء كومبريشن، انا بحط وزن على الدقاق بقى، هبدا اجمع وزن على البوتوم، فالدقاق يبقى كومبريست ولكن اغلب السترينج انتنشن، يبقى كده في عندي نقطة محددة بيحصل عندها تغير للإجهاد من compression إلى tension أو من tension إلى compression. هذه النقطة نقطة حرجة جدا في السترينج، بيسموها نقطة إيه؟ نقطة النيوترال بوينت. يبقى النقطة اللي بيحصل عندها تحول في الإجهاد على السترينج من compression للتنشن أو من التنشن للcompression بنسميها النيوترال بوينت. هل ممكن نحسب مكانها؟ وايه علاقتها بالجار النقطه دي؟ علاقتها بالجار مهمه جدا جدا جدا. خلينا الاول نحسب مكانها الاول. هو هنا في السترينج زي ما قلت لك كان عندنا الوزن اللي عندنا كانت 91.7 باوند بير فوت، ده وزنها ان اير طبعا، وبالتالي لما احط معاها بونس فاكتور يبقى ايه، اضرب الرقم ده في 0.85 هيساوي، لو معاك آلة حاسبة احسب معايا هيكون افضل لك، هتجمع المعلومة احسن، هي 91.7 تايمز 0.85 هيساوي 77.78 pound per foot. يبقى كده العمدان دي في الهول وزنها فعليا قد ايه بسبب البوينتس فاكتور؟ حوالي 78 باوند بير فوت. طيب انا عايز احط وزن قد ايه بقى؟ 25000. يبقى عايز اريح وزن كام عمود؟ طول عمدان قد ايه؟ يبقى انا كده بجيبها ازاي؟ يبقى اقول كده نيوترال بوينت بوزيشن، من البوتوم هيساوي الويت اون بيت اللي انا عايزه مقسوم على الويت بتاع الدريل كولرز
في المد، اللي هو بالنسبة لي هيبقى 25,000 مقسومة على 78. 25,000 مقسومة على 78 يساوي قد إيه؟ 320 قدم ونص. قول 321 قدم. 321 قدم دول مطلوبين عشان أحط وزن على الدقاق 25,000. ده طول محتاج أحطه من وزن العمدان. بريح وزن كام عمود الرقم ده؟ طب أعرف كام عمود بقى؟ الـ number of their columns. أوكتين ويت أون بيت، عشان أحصل ويت أون بيت أنا عايزه، عايز قد إيه بقى هيبقى ساعتها الطول اللينث اللي أنا حسبته مقسوم على كام؟ هنقول 30 قدم طول العمود الواحد، يبقى كده هيساوي 321 على 30 يساوي 10.7. اللي هو عبارة عن 10 real colors plus 1. يبقى أنا كده عندي عند العمود الحداشر هو ده اللي فيه neutral point. فالneutral point مكانها فين؟ عند العمود الحداشر. طب برضو إيه مشكلة neutral point وعلاقتها بالجار؟ neutral point خليك عارف إنها نقطة إجهاد عالي. طب ليه نقطة إجهاد عالي؟ لأنه كل ما الوزن اتغير على الدقاق ومفيش حد بيبقى عنده الوزن ثابت. لو شغال بمانيوال جبت يعني بالبريك العاديه خالص، البريك باند العاديه، وجبت اشطر حفار في العالم، عمره ما هيثبت الوزن 25، دايما هيلعب في حته فوق حته تحت. تمام. طب لو جبت جهاز اوتو دريل برضه هيبقى في عندك رينج. لو جبت يا سيدي كمبيوتر من ناسا عشان يشتغل يظبط ويتم بيت مش هيتظبط، لان يعني في رد فعل من فورميشن، في حته ناشفه بتمسك فيها الفورميشن شويه، حته بتفتح سنه، فكله ايه شغال بالرياكشن اصلا، وبالتالي عمرك ما هتظبط الوزن 100%. دايما هيلعب في رينج كده 1000 و1000 ولا 2000 و2000. فالرقم ده معنى كده ايه؟ ان كل ما زودت الويت اون بت النيوترال بوينت بتروح فين؟ تطلع لفوق ايه؟ شويه، اريح وزن زياده شويه. طيب كل ما قللت الويت اون بت ايه اللي يحصل؟ النيوترال بوينت بتقل شويه. فمعنى كده النيوترال بوينت ما هيش ثابته على نقطه، نظريا هي ثابته عند نقطه 10 عمدان بوينت 7 اللي هو 320 قدم، لكن هي فعليا بتتحرك في 10 قدم فوق 10 قدم تحت 5 و5. في عندك رينج طالعه نازله في نيوترال بوينت طول الوقت، في فايبريشن هنا طالع نازل في نيوترال بوينت. معنى كده ايه؟ معنى كده ان عندك العمود رقم 11 ده اللي هو المعرض لاجهاد النيوترال بوينت، هو الاجهاد عليه مش ثابت، ده طالع نازل عليه شويه تنشن شويه كومبريشن شويه تنشن شويه كومبريشن. ده معناه ايه؟ معناه كده ان العمود ده بيتعرض لفتيج كبير جدا. طب برضو ايه دخل ده في الجار؟ دخل في الجار انه ممنوع منعا باتا تحط نيوترال بوينت في الجار، يعني ممنوع منعا باتا ان يكون البلو جار يساوي بيتهم بت. ما ينفعش تخلي نيوترال بوينت تخش جوه الجار، يعني ما ينفعش اخلي الويت بلو جار يساوي بيتهم بت، والا هيبقى الطول المطلوب عشان احقق الويت اون بت هيبقى هو طول العمدان اللي تحت الجار. يبقى انا كده غامرت وحطيت النيوترال بوينت جوه الجار بما فيها من اجهاد عالي وايه وفتيج، ساعتها الجار هيتقطن مع التورك اللي عليه مع الحفر هيتقطن. وبالتالي هنا ايه؟ لما اختار مكان الجار ما ينفعش ان انا اطنش الويت اون بيت رينج. مش السترنج ده نازل يحفر سيكشن ويل بروجرام بيقول لك ان احنا هنشتغل بقد ايه ويت اون بيت رينج، يعني السترنج ده نازل يحفر ويت اون بيت قد ايه؟ 25,000 ماشي قوي ما ينزل. طب بعدين؟ لا معاك لحد 40,000 مثلا في المنطقه دي. طيب انا لازم احط الجار فين بقى؟ فوق حتى الطول اللي حقق ال 40,000، ومسافة كمان آمنة، أمن نفسي بإيه؟ مسافة برضه. يبقى لازم أأمن نفسي إنه حتى لو الوزن زاد على الدقاق يكون نيوترال بوينت بعيد عن الجار. من المثال اللي شرحناه دلوقتي ممكن نقول إن الجار ده قرار، القرار ده قرار معقد شوية بيعوز بعض الحسابات أو بعض التقديرات عشان نقدر مكان الجار مظبوط. أول حاجة مثلا النيوترال بوينت بوزيشن، مكان نيوترال بوينت هيكون فين المتوقع، وبالتالي يبقى انا حطيت الجار في نقطه امنه بالنسبه لنيوترال بوينت ستريسز.
كذلك الهول كونديشن، هل عندي زوايا، هل عندي في نقط ممكن السترنج يعطل فيها لو سايز او هاي سايدز. البي اتش اي كونفيجريشن اللي هو البي اتش اي كديزاين او بي اتش اي كتكوين، هل مثلا عندي عمدان ستيف قوي، هل عندي ستابلايزرز كتير، هل عندي في داون هول تولز معينه تفرض عليا بعض البريكوشنز او بعض الريجليشنز. طيب ايه تاني؟ البوينس فاكتور، لو انا غيرت وزن الطفله فده هيغير لي البوينس فاكتور، وبالتالي هيغير من وزن العمود او وزن بي اتش اي اللي تحت الجار، وبالتالي لما اجي اقدر مكان نيوترال بوينت هيختلف مكانها. في المثال كنا حاسبين على بوينس فاكتور 0.85، فلو المود ويت ده اتغير يبقى ال 0.85 دي مش شغاله كويس، هيبقى عندنا 0.9 او 0.8، هيبقى عندنا في مكان مختلف للنيوترال بوينت حتى لو نفس الويتون بيت انا كنت شغال بيه. الويتون بيت رينج زي ما اتفقنا، حته ان انا هحفر بالسترينج ده المسافه قد ايه، وبالتالي الرينج بتاع الويتون بيت اخباره ايه، وهنا قرار بيخش فيه الويل بروجرس اللي انا عايز احققه، بيخش فيه طبيعه الطبقات اللي هحفرها. الاوفر بول المتاح بالنسبه لي، انا هشد على السترينج ده لحد فين، السترينج ده اصلا مكون من ايه، فوق الجار حتى الدنيا اخبارها ايه، كدريل بايبس جريدز كذا، كل ده هيخش معايا في الحسابات. واخيرا لو في بعض المتطلبات الخاصه بالجار، زي ما شفنا مثلا مصنعين الجار بيرفضوا ان الجار يكون في كروس اوفر اريا، فلو في اي طلبات اخرى لمصنع الجار او سيتنجز اخرى داخل فيها الجار في الموضوع ده، كل ده بيتحكم في مكان الجار يكون فين في السترينج. وبالتالي الجار بليسمنت كجنرال رولز بقى ممكن اشتغل بيها، هو ان انا بخلي الجار فوق اي نقطه ستاك محتمله، يعني فوق الدريل كولرز والاستابلايزرز. الحاجه الثانيه هو ان الجار لازم يكون بقى فيه كتله مناسبه عشان تقوي ضربه الجار وتكثف ضربه الجار الستاك بوينت اللي تحتيها، ودي نقطه ميزه كويسه ان يكون عندي فيه عمدان فوق الجار، هي انها بتعمل هذا التكثيف، بتعمل هذا التركيز للضربه علشان يبقى الكتله اللي فوق دي تكتم رد الفعل اللي بيتحس على السيرفس فيكثف الضربه لاسفل تاثيرها ناحيه الستاك بوينت. وكذلك طبعا زي ما اتفقنا ان يكون فوق الجار ما يبقاش فيه اي نقطه او اي تيوبولر اكبر في السايز من الجار، والا هيبقى كده عندي فيه بوتنشال ستاك فوق الجار، وده هيخلي الجار عديم الجدوى. واخيرا طبعا نيوترال بوينت تبقى معانا في الحسبان.